الله يسعدكم الله يسعدكم. أبو خالد سامحونا ترى اليوم الضيوف كثير، واللي مثلا مرينا عليهم سألناهم واللي نسيناهم ولا ها ما عطيناهم حقهم في عذرونا اليوم. والله ما شاء الله العدد كبير اليوم، خاصة لبيه اي نعم اي نعم. يا سلام يا سلام، ها الله يسعدك. ابو خالد سم، من هو اعجز الناس؟ والله ابو عبد العزيز هذا سؤال هام يقودنا الى حديث نبوي عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابخل الناس من بخل بالسلام، ابخل الناس من بخل بالسلام. بعض الناس يمر ولا يسلم إلا على من يعرف مثلا، وهذا منافي للهدي النبوي. لا، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، فلا تكون بخيلا بالسلام. قال وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهذه مشكلة كثير من الناس، أنه يقف وما يدري شو يسوي. طيب أنا وش أعمل؟ تكالبت عليه هموم وأحزان وأكدار وجراح وكسور في هذه الحياة، ما هو بعارف يتصرف ولا هو بعارف شو يسوي. لا، انطلق إلى الدعاء. بعض الناس يقول أنا عاجز، طيب وش أسوي أنا؟ وشلون أخرج من هذا الحل؟ أشلون أخلص من هذه المصيبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس الذي عجز عن الدعاء. ما دمت تملك الدعاء وتملك الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، فأنت ما زلت تملك الكثير وأنت لست بعاجز. وذلك كم من الأمراض شفيت بالدعاء، كم من الأمنيات حققت بالدعاء. بعض الناس يذهب إلى مكة ولا يعود إلى مدينته أو إلى بلده إلا وحقق هذا الدعاء وحقق هذا الطلب. لذلك لا تعجز عن الدعاء فتدخل وتكون من أعجز الناس، مهما كان الأمر، مهما كان الطلب، مهما كانت الحاجة، ارفعها بكل صدق يقين ولا تعجز أبدا عن الدعاء. لأن العجز الحقيقي ليس أنك ما تمشي أو أنك مشلول أو كذا، لا، العجز الحقيقي أنك عاجز عن الدعاء. من ترفع يديك الله سبحانه وتعالى، لا، ارفع يديك بكل ثقة ويقين دائما. وأدم ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنوب بن متى. يونس ما عجز في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل وبحر وظلمة بطن حوت، هل عجز؟ لا، رفع الملف والشكاية والطلب من الأرض إلى السماء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أخي ذنون ما دعا بي مكروب إلا فرج الله عنه. ولذلك رفع ما عجز. مشكلة بعض الناس العجز يقف ما يدري ايش يسوي. وجاء في صحيح ابن حبان ايضا حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يزيد في لا يزيد العمر، لا يزيد في العمر الا البر، ولا يزيد في العمر الا البر، ولا يرد القدر الا الدعاء. الذي يزيد في العمر هو البر ان كنت تكون بار، وايضا الذي يرد القدر، فلان قدر عليه قدر، لا يرد القدر إلا الدعاء. وهذا حديث صحيح في ابن حبان. ولذلك كم من الأقدار ردت بالدعاء، القضاء ينزل والدعاء يرتفع، يتصارعان في السماء، فإذا كان الدعاء قويا رافع الله هذا البلاء. ولذلك أذكر عندنا في السجون رجل ابتلي ببلاء عظيم. رجل تخرج من دورة عسكرية وكان في بيته ثلاثة أيام تقريبا مرتاح مع أهله مع أبناؤه، وفجأة يطرق الباب، تفضل معنا على الشرطة. جاء عند الشرطة قالوا أنت متهم بقضية قتل فلان بن فلان. يعني تخيل، يعني لو أنه سارق لها حل، لو أنه قتل. قال قتل؟ قال نعم، وهذول أربع شهود شافوك ويدخلون. قالوا نقسم بالله العظيم أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان. انتهى الموضوع، أخذ إلى السجن، جابوه عندنا في السجون، وأبناء المقتول قصر. فمكث في السجن مظلوما 20 سنة، 20 سنة وهو مظلوم ومقهور، ولكنه يلزم ما تدخل عليه في السجن إلا تجده يلزم الدعاء. يا رب إني مغلوب فانتصر، يا رب إني مظلوم فانتصر. ما يعرف فلان ولا قربه ولا جاه، ويتهم بقضية قتل ويحرم من أبنائه 20 سنة. وما زال في كل ليلة يلتمس الثلث الأخير من الليل ويدعو، وإذا سأل أحد قال
أنا أعلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. أنا الحين القدر محكوم بالقصاص، ولكن لا يرد القدر إلا الدعاء، الله اللي بيخرجني من مما أنا فيه. ولما جاء يوم التنفيذ وجاء به في ساحة القصاص، خلاص الآن والدولة حفظها الله، نحن في دولة عزيزة مباركة تسعى إلى الصلح في آخر لحظة، إلى آخر لحظة ونحن نسعى بالصلح، وتأتي لجنة من الأمارة وتأتي ويسعون بالصلح لعلهم أن يتنازلوا، لعلهم أن يسامحون، وهذه دأب هذه الدولة المباركة. فأثناء الجهود، جهود الإصلاح وكذا، ما عفى الأبناء، قالوا من قتل والدنا يقتل، يعني لا نريد إلا حقا. فلما أخذ يعني السياف ومن يقوم بهذا بتنفيذ حكم الله، أخذ باستعداد، وإذا بصارخ يصرخ قال لا تقتلون فلان، أنا اللي قتلت فلان، لا إله إلا الله. فجأة كذا سبحان الله، لا تقتلون فلان، وصارخ قال أنا قتلت واحد، ما بيقتل اثنين، يكفيني واحد، أنا ما بقتل اثنين. ويرفع عنه الغطاء ويرى النور من جديد، ويقوم على قدميه مولود جديد آخر بعد أن كان بينه وبين الموت شعرة. ولكن الدعوات التي كان يرفعها في ظلمة الليل ما ذهبت هباء منثورا. سيهام الليل، ها، لأن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين، بعد 20 سنة جاء استجابة الدعاء. وهذه رسالة لكل واحد يدعو. بعض الناس مستعجل، أنا دعيت ما الله مو الآن، بعد يأتيك في وقت مناسب الله يعلمه. وذلك بعضهم رأى رؤيا في المنام بها بكرة، لا، يوسف رأى الرؤيا بعد سنوات من البلاء تحققت. ولذلك إذا رفعت الدعاء فانتظر، إن عجل فبرحمة وإن أخر فبحكمة، ولكن أنت لن تعدم العطاء مع الدعاء، لن تعدم العطاء دائما. وأحرص على السجود. بعض الناس، احنا نوجه رسالة الآن، وأسألك وأسأل نفسي المقصرة وأسأل الحضور وأسأل المشاهدين، كم أعمارنا الآن، وما هي أطول سجدة في حياتنا سجدناها؟ كل واحد يسأل يجاوب في نفسه. من الخسارة أن تمر سنين حياتك دون سجدة طويلة. بعضهم يقول أطول سجدة 3 دقائق 5 دقائق، من يقول أن سجدت ساعة ساعتين 3 ساعات وأنا ساجد مبحر أتكلم مع الله سبحانه وتعالى، وقلبي ممتلئ باليقين والثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيكرمني وسيعطيني. يا سلام. لذلك مهما دلهمت الأمور عليك بالدعاء، مهما ضيقت عليك الأحوال عليك بالدعاء، مهما تكالبت عليك الديون، مهما تكالبت عليك الأحزان، مهما عندك ابن غير صالح ألزم الدعاء. بعض الناس يقول ولدي عاق ألزم الدعاء، زوجتي غير صالحة عندي مشاكل ألزم الدعاء. وذلك حتى في الحياة الزوجية كثير من الأخوان والأخوات يشتكون، أسألهم سؤال وأقول هل تدعون لبعضكم في صلاتكم؟ بعض الأزواج الله يهديهم كل واحد يدعي على الثاني، لكن ليه ما تدعون لبعضكم؟ يا رب أصلح لي زوجي سخرها لي، يا رب أصلح لي زوج سخرها لي، أدعو لأسرتي، أدعو. أتفقد الناس في الدعاء من المحبة الصادقة. لجيت أدعو أقول أخوي أبو عبد العزيز عنده دين أذكره بدعوه، أخوي أبو ركان عندها موضوع أدعو لها بدعوه، ترى هذا هو المحبة الحقيقية أبو عبد العزيز. أتفقد بعض الناس، والله أذكر أحد الكبار القراء في المملكة دون ذكر اسمه لأنه ما يحبها، ولكن من أشهر القراء في العالم وهو عندنا، الرجل هذا يتفقد الناس في الثلث الأخير. والله مرات تجيني منه رسالة الساعة 2 في الليل، كنت قابلته وعلمته بموضوع، ثم عنده من الأشغال قال الآن ذكرتك في موضوعك اللي كلمتني، والآن أنا أدعو لك في هذا الوقت ساعة 2 ساعة، أنت فاضي عندك وقت؟ لا، يتذكر إخوانه ومن يعرف ومن عرض عليه بمشكلة، ومن هذا هو المكسب، لأن هناك ملك يؤمن ويقول ولك بالمثل بقدر ما تدعونك ملك يؤمن ويقول لك. فأمر الدعاء عظيم، فلنجتهد أحبتي. جزاك الله خير أخوي أبو خالد. هنا الأخت عبير تقول ادعوا لي بالذرية.